السلام عليكم طلاب الصف الرابع العلمي. درسنا لهذا اليوم مواضيع الإحصاء. في أول مواضيع الإحصاء مقاييس النزعة المركزية. مقاييس النزعة المركزية تحتاج لها تعريف. هو تمركز البيانات حول نقطة معينة. حول نقطة معينة عند تمثيلها بيانيا وتسمى بالمتوسطات. ومن أمثلتها الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. إذن هناك أكثر من صورة لهذا الموضوع اللي تتمركز به البيانات حول نقطة معينة عند تمثيلها بيانيا. نجي للوسط الحسابي. احنا في مواضيع الصف الرابع هذا الموضوع درسه في الصف الثاني المتوسط، كذلك في الصف الثالث في نهاية الكتاب، لكن هناك توسعة في المعلومات في مواضيع الصف الرابع العلمي. الوسط الحسابي أول هذه المواضيع. الوسط الحسابي أيضا يحتاج إلى تعريف وقانون. هو ناتج حاصل قسمة مجموع البيانات على عددها ويرمز له اكس بارت. اكس عليها خط بهذا الشكل، مو اكس فتحة، تنقرأ اكس بارت وتقرأ اكس بارت. نكتب قانون لهذا التعريف. النوع الاول البسيط اكس بارت اكس 1 زائد اكس 2 زائد نقاط زائد اكس ان الى ان على عددها. مجموع البيانات في الأعلى هذا بالأعلى، مثل عندنا مجموع البيانات والحرف أن يمثل عندنا عددها، وهذا هو عبارة عن الوسط الحسابي. إذن هذا القانون ثلاثي، هذا هو النوع البسيط. النوع الأول. نأخذ مثال على هذه الحالة، مثال رقم 1. جد الوسط الحسابي لدرجات الحرارة التالية. نأخذ مجموعة من درجات الحرارة كمثال للتوضيح. 33 35 37 31 34 بهذا الشكل. والمطلوب إيجاد الوسط الحسابي لهذه الدرجات. الحل عنوان الموضوع، عدد البيانات إحصاؤها، مجموعها نكتب القانون اكس بارت، لاحظ بهذا الشكل نكتب القانون بالأعلى اكس 1 زائد اكس 2 زائد النقاط زائد الحد الأخير xn على n.
هذه الخطوة الأولى تعتبر قانون. بعدها عملية تعويض. الخطوة الثانية في هذا الموضوع هي عملية التعويض. نعوض بالقانون بهذا الشكل 33 زائدا 35 زائدا 30 37 زائدا 31 زائدا 34 عدد البيانات 5. لا تجوز عملية الاختصار إلا بعد عملية الجمع. لاحظ أن هناك بعض الأرقام تكون متقاربة أو تقبل الاختصار. عملية الجمع عندنا 4 زائد 1 5 7 17 20 0 باليد 2. طالب أيضا يقدر يجمع بهذا 3 و 5 8 15 16 20. عندنا هنا 1 2 3 4 5 5 في 3 15 2 17 على 5 بهذا الشكل. مجموع البيانات على عددها. هنا عملية تبسيط أو عملية جمع أيضا الطالب يقدر يكتب بهذا الشكل صحيح. ثم عملية الاختصار بين البسط والمقام للحصول على الناتج النهائي ويساوي الناتج 17 على 5 بها 3 في 5 15 يزود 22 في 5 بها 4. أيضا العدد اللي يظهر ضمن هذه الأعداد أو قريب من عدها. هذه الفكرة الأولى في هذا الموضوع إذا كان النوع بسيط بهذا الشكل. النوع الثاني رقم 2 الوسط الحسابي. الوسط الحسابي التكراري. مثال نكتب أيضا قانون لهذا الموضوع. جد الوسط الحسابي لأعمار مجموعة من الطلاب المبينة في الجدول أدناه. هنا العمر، هنا التكرار. مرات بدل كلمة التكرار يكتبون عدد الأشخاص، عدد الأشخاص كتلميح للموضوع بهذا الشكل. الجدول المكون من بهذا الترتيب. مثلا عندنا 9 2 عندنا 11 4 عندنا 12 3 عندنا 15 1 بهالشكل بهذا الترتيب. فكرة بسيطة لهذا الموضوع. الفكرة الأولى ما راح تعمل. هنا عندنا العمر 9 عندنا عدد 2، العمر 11 عندنا العدد 4 وهكذا. إذا نحتاج القانون الثاني للوسط الحسابي اللي هو اكس بار تساوي لنا x1 f1 زائد x2 f2 البيان الثاني فيه عدد التكرار زائد النقاط زائد xn fn. لاحظ بهذا الشكل على ال f1 زائد ال f2 زائد f3 زائد النقاط زائد fn بهذا الترتيب. الخطوات اللي راح نتبعها في الحل بالشكل التالي. خطوات الحل راح نضرب العدد 2 في العدد 9، كذلك العدد 4 وهذا العدد آخر بهذا الترتيب. معناها طالب آخر يبسط الناتج أيضا يستخدم نفس الفكرة الأولى اللي قلنا عليها، قانون تعويض تبسيط لعملية الجمع ثم الاختصار إن وجد بهذه الفكرة الأولى. طالب يقدر يكتب الترتيب التالي 2 في 9 18 يبسط الناتج إذا كانت الأرقام بسيطة.
أربعة في 11 44، ثلاثة في 12 36، واحد في 15 15. عدد الأشخاص تكرار عندنا، واحد وثلاثة أربعة وأربعة ثمانية واثنين عشرة، بهذا الشكل. إذن قانون تعويض تبسيط لعملية الجمع ثم الناتج النهائي حسب القاعدة الأولى. الناتج يساوي لنا نجمع هذه البيانات نقسمها على العدد عشرة، مثلا عشرة أشخاص، الجمع يكون بالشكل التالي: خمسة ستة 11 15 8 23، ثلاثة باليد 2 2 1 3 و 3 6 و 4 10 11. قسم هذا الناتج على 10، 11 كم 10 بها 1، 13 كم 10 بها أيضا 1، زود 3، 30 كم 10 بها 3، 11 و 3 نفسها. الوسط الحسابي لهذه الأعمار هو 11 بهذا الترتيب. هذه الفكرة الأولى اللي طبقنا بها الوسط الحسابي التكراري. هناك وسط آخر حسابي وبطريقة أخرى. الحالة الثالثة، الوسط الحسابي، الوسط الحسابي ذو التكرار تكراري الفئات، قوسين الفئات تكرار وفئات. إذن القانون أيضا نفسه يستخدم هنا مع تبسيط مع في مركز الفئات، نحتاج إلى توضيح آخر. نجد الوسط الحسابي، جد الوسط الحسابي للجدول التالي، للجدول التالي. رسم بسيط للجدول، هنا الفئات، هنا التكرار. الفئة الأولى 30 فما فوق، 40 فما فوق، 50 فما فوق، 60 فما فوق، 70 فما فوق، من 80 للـ90 فئة مغلقة، الفئة المغلقة بهذا الترتيب. هنا عندنا فئات 11 18 25 22 15 9 بهذا الشكل. كيفية إيجاد الناتج، لاحظ في حالة التكرار بهذا النوع الضرب بالمباشر بالنسبة للأعداد. هنا راح يكون الضرب عندنا للمجموعة الأولى، الفئة تمثل من 30 فما فوق لحد 40، الفئة الثانية كذلك ترتيب آخر. إذا هنا يكون الضرب في مركز الفئة، راح يكون الحل بالشكل التالي: أولا نجد طول الفئة، طول الفئة W مثل عندنا طول الفئة، نقدر نحصل عليه من الفئة المغلقة أو الفرق بين فئتين متتاليتين، يساوي لنا 90 ناقصا 80، وبهالحالة يكون طول الفئة 10. الحصول عليه منين؟ من الفئة المغلقة، الفرق بين الأعلى والأدنى، أو الفرق بين فئتين متتاليتين، أو يمكن حصول عليه من خلال الفرق بين فئتين متتاليتين،
للحصول على طول الفئة. أما مركز الفئة، مركز الفئة يساوي لنا طول الفئة تقسيم 2. في الحالة راح سردنا 10 على 2، اختصار اكو بيناتهم في سردنا 5. هذا العدد 5 اللي حصلنا عليه يضاف لكل فئة، يعني معناها الفئة راح تتغير بصيغة الجدول التكراري من هذا النوع. 5 هنا تضاف لكل فئة، وبذلك يكون الجدول كالتالي، وبذلك يكون الجدول بالصورة التالية. نعيد ترتيب الجدول. راح سردنا هنا الفئات، راح يقابل وهنا نصير عندنا التكرار. الفئة الأولى 30 نضيف لها 5 تصير 35، عددنا 9. الفئة الثانية تصبح عندنا 45، العدد عندنا 15. الفئة الثالثة تصير 55، اللي عندنا 22. الفئة اللي بعدها تصير 65، اللي عندنا 25. الفئة الأخرى تصير عندنا 75، اللي عندنا العدد 18. والفئة الأخيرة صار عندنا 85، مثلا عندنا مركز الفئة العدد عندنا 11 بهذه الصورة. لاحظ هناك ترتيب آخر، نحول احنا من صورة إلى صورة أخرى حسب الصورة اللي قبلها ندرس كأنه بقاعدة واحدة. هذا الجدول نطبق عليه هسه هذه الملاحظات الثانية. هنا الطالب يحتاج أن يضبط جدول الضرب للحصول على نتائج صحيحة. بعد أن طبقنا القواعد الأولى في الموضوع، نكتب القانون بالشكل التالي: x بارت x1 f1 زائد x2 f2 زائد النقاط xn Fn على ال F1 زائد F2 زائد النقاط زائد Fn. لاحظ بهذا الشكل، معناه الموضوع كله يتركز حول قاعدة واحدة مع اختلاف أو نوعيات الوسط الحسابي من مثال إلى مثال آخر. الناتج الأول يساوي خط كسر مجموع البيانات، يقدر الطالب يجمعهم بصورة سريعة. لاحظ 9 15 24 22 25 18 و11، الناتج يساوي لنا 100. مجموع البيانات هو 100. ومرات يبين في كتابة السؤال أيضا جدول وسط الحساب للجدول التالي لمجموعة من التكرارات أو الأشخاص أو أي نوع آخر، يحدد لمئة شخص، فيبين لأن المجموع يساوي لنا 100. المجموعة الأولى عندنا 9 في 35، تضرب أيضا بالطريقة العمودية، 9 في 5 45، 9 في 3 27، 4 31. المجموعة الثانية 45 في 15 بالمسودة، 45 مضروبة في 15، 5 في 5 25، 5 في 4 20 22، 1 في 45 45، 5 7 675 زائدا 670 75. المجموعة الأخرى 22 في 55، 55 مضروبة في 22، 2 في 5 10، 2 في 5 10 11، العدد مكرر 0 1 2 1210، 1 2 1 0. المجموعة الأخرى اللي بعتها 65 في 25، 65 60 65 مضربة في 25، 5 في 5 25 باليد 2، 5 في 6 30 32،
2 في 5 10 2 في 6 12 1 13 5 2 6 1 1625 والبيان الأخير اللي عندنا 18 في 75 18 مضروبة في 75 8 في 45 باليد 4 8 في 7 56 64 1 في 75 75 0 5 7 6 13 1350 والبيان الأخير اللي موجود عندنا 11 في 85 80 85 مضروبة في 11 85 85 بهذا الشكل 5 8 5 13 باليد 1 935 خط الكسر على الاستقامة زائد 930 35 على 100. الخطوة اللي بعدها بعد ما كتبنا القانون وعملية التعويض والتبسيط والجمع مجموع البيانات على عددها نجمع البيانات نقسم على 100 الجمع يكون للأحاد 5 زائد 0 زائد 5 10 0 15 و 4 19 باليد 1 زادنا 4 و 5 9 9 و 2 11 12 19 20 0 باليد 2 2 و 9 11 14 20 22 28 31 1 باليد 3 3 1 4 1 5 1 6 بهذا الشكل تقسيم الناتج على 100 نحذف احنا مرتبتين 20 صار عندنا 61 بوين 0 9 بهذا الترتيب لاحظ بهذا الشكل أيضا الرقم اللي حصلنا عليه قريب من هذه الوسط الحساب اللي مجموعة البيانات اللي أشرنا إليها في البداية معناه ما يطلع عندنا رقم خارجي أو رقم صعب أو رقم لا يشبه الأرقام المكونة منها في الأساس هذه الفكرة الأولى لموضوع الوسط الحسابي تناولنا بها تعريف الوسط الحسابي مجموع البيانات على عددها حاصل قسمة أنواع الوسط الحسابي النوع الأول النوع البسيط النوع الثاني النوع ذي التكرار والنوع الثالث النوع ذي الفئات طريقة الحل مالتهن كتابة القانون أولا عملية التعويض ثانيا عملية التبسيط اللي تضمن عملية الجمع ثم عملية الاختصار إن وجدت إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة